الدراري مرافق اجتماعي بمركز المصاحبة والنجم كنس. كما تلاحظون يتم توزيع مشاريع مدير الدخل لفائدة نزلاء سابقون بالمؤسسة السجلية ومستفيدين من خدمات مركز المصاحبة والدمج مكناس تحت إشراف السيد عامل عمل اسم مكناس في إطار اتفاقية مبرمة بين مؤسسة محمدية للعمال السجناء واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لجلب العمل المذكورة. وتجدر إشارة أن جل المستفيدين خضعوا لمجموعة من الدورات التأهيلية والتكوينية التي تتلائم مع طبيعة تكوناتهم المهنية والمعرفية. تحديدا في ذكرى بالنسبة للخطاء المظفر وذكرى عيد الاستقلال المجيد، أشرف السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة مكناس بصفة رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وكذلك وفد رسمي موافق له على توزيع مجموعة من المعدات لفائدة 20 من السجناء السابقين، وهو المشروع الذي يأتي في إطار تفعيل اتفاقية شراكة المبرمة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مكناس ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. هي الاتفاقية اللي عبأت بمقتضاها اللجنة الإقليمية لعمالة مكناس غلاف مالي إجمالي يناهز مليون درهم، والهدف من طبيعة الحال هو يعني صيانة كرامة السجناء المفرج عنهم وكذلك تمكينهم من مشروع مدير الدخل اللي غيسمح لهم بواحد الدخل قار من شأنه تحسين ظروف العيش ديالهم وكذلك تحسين مستوى العيش ديالهم. بمقتضى هذه الاتفاقية كما قلت المؤسسة محمد السادس لإعادة الناس السجناء من خلال الأطر ديالها كتعمل على تهيئة أطر ضرورية من أجل مواكبة ديال هاد السجناء اللي كيكونوا استكملوا التكوين ديالهم داخل المؤسسات السجنية، وذلك من أجل بلورة أفكار المشاريع ديالهم وإعداد ملفات ديال المشاريع ديالهم وكذلك يعني الإشراف على التنزيل ديالها والتنفيذ ديالها على أرض الواقع.